بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتحدث إليكم أيها الإخوة المستمعون عن أحكام المواريث في الإسلام، ونخص في حلقتنا هذه بيان نظام المواريث في الجاهلية وكيف أبطله الإسلام وشرع فيه أحكاما وسن فيه نظاما يكفل العدالة ويحقق المصلحة ويعطي كل ذي حق حقه من غير محاباة ولا اندفاع مع عاطفة شخصية، وإنما هو تشريع سديد وتنزيل من حكيم حميد. وذلك أنه لما اقتضت إرادة الله وحكمته أن كل من عليها فان، لما اقتضت حكمة الله وإرادته أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن هذه الدنيا معبر للبشر يفد إليها قوم ويرحل عنها قوم، كان لابد أن تنتقل أموال الراحلين إلى الوافدين، ولكن إلى من تنتقل؟ هنا يختلف نظام الجاهلية الجائر عن تشريع الإسلام العادل الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ففي نظام الجاهلية ينتقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه، فإن لم يكن له أبناء كبار فإلى أخيه أو عمه، فلا يورثون الصغار ولا يورثون النساء بحجة أن هؤلاء لا يحمون الزمار ولا يمحون العار ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم. وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث إلا من قاتل، يعطونه الأكبر فالأكبر، رواه ابن جرير في تفسيره. فهذا كان منطق الجاهلية وعرفها، وقد أبطله الإسلام وقضى عليه، وهو منطق من هم على دين الجاهلية اليوم من أصحاب النظم القانونية الذين يتنكرون لأحكام الله ويحاولون تغييرها في المواريث وفي غيرها. جاء تشريع الإسلام الحكيم معلنا بطلان نظام الجاهلية في المواريث إجمالا بقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجاء مبطلا لنظام الجاهلية تفصيلا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبقوله تعالى في الزوجات ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وبقوله تعالى في حق الأخوات وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
فقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به النساء حق الإرث كالرجال من ناحية المبدأ وإن اختلف في المقدار، وأعطى الصغار حقهم من الميراث بعدما كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقهم. ونظام التوريث في الإسلام هو الذي يوافق الفطر ويواكب حاجة الأسر، فإذا كانت الجاهلية راعت الأقوياء لنفعهم بزعمهم فإن الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء لحاجتهم، فهم أحق بالعطف والمعونة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولم يحرم الإسلام الأقوياء من الميراث، فكل من يتوفر فيه سبب من أسباب الإرث وانتفى عنه المانع ورث، سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، قويا أم ضعيفا. وإذا كانت الجاهلية تراعي في الوارث جانب المنفعة فقط فلا تورث إلا من يركب الخيل ويحوز الغنيمة ويحمي الزمار، فالمنفعة أيضا لا تنعدم في غير هؤلاء، بل قد يكون غيرهم أقرب منهم للمتوفى نفعا. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لقد قوى الإسلام بهذا النظام أواصر القرابة بين الوارث والمورث، وأحكم الصلة بينهما بوسيجة الرحم. قال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهو يقدم الذرية بالإرث على الأصول وعلى بقية القرابة، ومع هذا لم يحرم الأصول ولم يحرم بقية القرابات ولم يحرم بقية القرابات، بل جعل لكل نصيبة، فيطمئن الإنسان بذلك على ماله الذي بذل جهده في ادخاره وأثنى حياته في جمعه، إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل وهذا المال، وأن جهده سيرثه أهله من بعده، وذلك مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد، لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورا وهضما، فيسخطون على ذلك. فإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك عدلا ورضوا به، وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم. وهذا المعنى يشير إليه قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا، وإن الإسلام بهذا النظام العظيم يحترم الملكية الفردية التي تريد الشيوعية وتلامذتها سلبها من أصحابها، لأن الإسلام يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى ورثته موفورة محترمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وهذا مما يشجع الناس ويحفزهم على الجد والإنتاج. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين الحق ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.